اطلب تلاقي حلو التلاقي معاه قوي بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى وما تتسنش الا علي ايدي بتشفي علي لمسه واحده بس منه تكفي اطلبوها تلاقي وعد أحباء المشاهدين في كل مكان في العالم برحب بكم ترحيب خاص في اسم الرب يسوع وحلقة جديدة وأطلبوا تجدوا. بنشكر الرب جدا 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 لأنه سامع الصلاة، عشان كده إليه يأتي كل بشر، مفيش غيره يسمع ويستجيب، مفيش غيره. هو فعلا اللي بيسمع صلاتنا، اللي بيتمجد معانا، اللي بيستجيب صلاتنا وتتحول لاختبارات عظيمة في حياتنا نشهد عنها كل أيام غربتنا. عشان كده حيضيف لنا إحسان جديد النهاردة في حلقة جديدة وبركة جديدة مزخرة لينا في شخصه العزيز المبارك. بيشرفني يكون معايا النهاردة شخص عزيز على قلبي جدا، لأول مرة أتشرف باستضافته في كرمة، الدكتور ريمون سليمان، خادم الرب الرائع، رجل الصلاة المبارك اللي الرب ائتمنه على يوم الصلاة العالمي من 30 سنة. هو يس. كده من 30 سنة وهو مسؤول عن فريق الصلاة وعن الخدمة في اجتماع النعمة والحق في لونج بيتش، فهو رجل الصلاة من الطراز الأول. أهلا بيك يا دكتور ريمون. أهلا فيك أخسلوة. فرصة رائعة جدا إن الرب يدينا وقت رائع مع بعض. أمين. أشكرك. الرب يحفظك ويبارك حياتك. أحباء المشاهدين، النهاردة هنتكلم عن الصلاة المقبولة قدام الله، لكن قبل ما نتكلم هقرا بعض الآيات اللي جت في رسالة يعقوب في الأصحاح الرابع. رسالة يعقوب أصحاح 4 بتقول كلمة الله، خليني أشوف يعقوب 5، سوري أنا مطلعة يعقوب 4 ويعقوب 5، عدد 7 وعدد 8 بتقول كده كلمة الرب: فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. برضو أنا غلطت تاني، وهو عدد 17: كان إلي إنسانا تحت الألام مثلنا، وصلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. إلي إنسان ضعيف تحت الألام مثلنا، لا حول له ولا قوة زي ما بيقولوا، لكن عنده إيمان عظيم، عنده قدرة إنه يوقف المطر وينزل المطر بالإيمان العامل بالمحبة والثقة المطلقة في إله العظيم المبارك. هو ده إلي. الحقيقة كنت واقفة كمان قدام الآية يا أخ ريمون ويا دكتور ريمون اللي بيقول فيها داود إن ناس كتير اضطهدوني وناس كتير كرهوني بلا سبب في مزمور 109، أما أنا فصلات. أنا كتلة صلاة، أنا كتلة صلاة. لكن قبل ما نتكلم يا أخ ريمون، ممكن نصلي مع بعض؟ نعم. إن الرب يدينا وقت رائع في اسم الرب يسوع. تفضل. أبانا السماوي، يا من عودتنا في كل لقاء أن ترينا نعمة جديدة، yes. رحمة جديدة، قيادة جديدة، منتظرينك يا رب، متكلين عليك، ما قلناش غيرك يا رب.
فنأتي إليك بدالة البنين نسألك يا رب أعنا اليوم وأعن كل شخص يتصل فينا حتى نكون يا رب حقيقة موجهين الأنظار إلى شخصك ومعطيين شخصك فقط كل المجد لك الآن وإلى الأبد كل مجد باسم ابنك يسوع المسيح أمين أمين. دكتور ريمون متعودين أن الناس باستمرار تصلي لأجل احتياجاتها الشخصية بس، يا رب أنا عايز شغل، يا رب بارك الولاد، يا رب أرزقني، يا رب اديني، هات 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 هات. هي دي الصلاة بس ولا إيه أهمية الصلاة وإيه هي الصلاة أساسا يعني؟ بحب ابتدئ وأسأل أو أجيب اللي بيسأل لماذا نصلي؟ أيوه. هو ليه نصلي؟ بالظبط. مين اللي قال لنا نصلي؟ صح. وليه مهمة الصلاة زي ما عم تقولي؟ حقيقة بالبداية في سببين لماذا نصلي؟ السبب الأول أننا دائما على مر حياتنا عندنا احتياجات ماسة ومستعجلة. ولا تنتهي. عندنا احتياجات. يس. ثاني أمر لماذا نصلي؟ لأن الرب بنفسه أمرنا أن نصلي. في كل مكان في الكتاب وحضرتك مثلا شفتي الآيات واحدة المكان الشديد كندي أي كمكان بالكتاب صلوا صلوا صلوا. أنا بتعجبني الآية الحلوة اللي ابتدأنا فيها يوم الصلاة من 32 سنة، هي في أخبار أيام الثاني الإصحاح السابع عدد 14 بيقول إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء أغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هللويا. يعني الموضوع واضح، إذا توضعت يا إنسان ووجهت وجهك للرب وطلبت وجه الرب صليت بإيمان الرب سيستجيب. يس. وبرضه كمان بده إياك ترجع عن طرقك الردية، ده أهم حاجة. في أمور مش عاجباء بتبعدك عن الرب، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، فلازم يكون في توبة، في تواضع، في رجوع للرب. حينئذ الرب لابد أنه سوف يسمع الصلاة. فالصلاة ضرورة والصلاة أمر من الرب. صح. وبعدين بيقول إن رعيت إثما في قلبي، مزمور 64، لا يستمع لي الرب. صحيح. فالرب عايز علشان أصلي لازم زي حضرتك ذكرت أرجع عن طرق الردية وأتواضع وأنسحق قدام الله وأكون بسعى نحو القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. صح. وأتقدس إلى التمام علشان يقدر يباركني ويتمجد معايا وبعد كده يستخدمني يعني. صحيح. وهو صراحة اللي بيقوله أنه مين كان المصلي الأكبر في العالم في تاريخ العالم ما غيره؟ ليس سوى رب المجد بنفسه. نتخيل أنه رب المجد اللي كان عنده برنامج بده أسابيع لكل يوم ليعمل الأمور اللي كان يعملها في كل يوم، لكنه كان يمضي جل أوقاته في الصلاة. ليش؟ ليش كان رب المجد الرب يسوع المسيح يصلي كإنسان؟ لأنه كان قد أخلى نفسه أخذا صورة إنسان عبد. فإذا كان متكل على الآب في كل أمر، وهناك كان يختلي يترك الجماعات يترك الخدمة يترك كل شيء ويروح لوحده ويقعد مع الآب، وهناك كانت الأحاديث الحلوة، وهناك كان يستمد الإعانة في كل أمر حتى نجح في كل شيء، وفي الأخير قال قد أكمل لأنه كان رجل صلاة. فإن كان رب المجد محتاج يصلي، خالق يكون. كيف بالخالق؟ كيف بالتالي نحن المساكين؟ إذا كان هو يقول لا يمكن أن أفعل أي شيء
من دون أن أصلي إلى أبي، فكيف بالتالي نحن المساكين الذين ولدنا بالخطية ولد باركنا بكل بركة روحية، لكن يقول صلوا لأنه بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. فالصلاة ضرورة، صلوا بالانقطاع، والصلاة أمر، وبدون الصلاة لا يمكن أن يحصل أي شيء. خليني أقول كمان شيء، أنه حجمنا الروحي لا يقاس بالنشاطات طبعا، مع أنه واحد بيقول أنا بعمل كده وبعمل كده، لكنه يقاس بالصلاة. بالصلاة صح. يعني أهم شيء بنعمله بحياتنا بعد ما نكون صرنا أولاد للرب، أمننا في الرب، عرفنا الرب، هو أن نصلي. بمقدار صلواتنا يكون حجمنا الروحي مظبوط. فالرب بده يعني بيقول أنتوا بدكم تخدموني، بدكم أعمل فيكم من خلالكم أمور غير اعتيادية، ينبغي أن تصلوا. قد إيه يا رب؟ قال صلوا كل حين، كل حين. واو. صلوا ولا تكلوا. صح. تحتاجوا أن تصلوا. طب ليش يا رب؟ في عنا أمور صعبة، صلي أكتر. أعطانا أمثال للصلاة، أنا بحب أذكر واحد منهم، مثلا مثل صديق نصف الليل، لأن أيوة. عنه بلوق 11. أيوة. قال هذا الإنسان أتى في ساعة متأخرة جدا عند صديقه وصرخ من الباب، يا صديق أيوة. أريد أن تعطيني ثلاثة أرغفة. ردني ثلاثة أرغفة. أجاه جواب صعب جدا طبعا، أنا في السرير وتأخرت كثير، اذهب. لكنه أصر وقال لن أذهب حتى لو سمعتني كل ما تريد من كلمة صعبة، لأن عندي احتياج ماس. صح. وأحتاج هذه الأرغفة الثلاثة. وفضل يقرع ويقرع حتى قام وأخذ ما كان يطلبه. فالرب يقول إن كان هذا الصديق قام عشان صديقه، ما تحتقتوش أنا حقوم لما تصروا بالصلاة بلجاجة بدون توقف. وبذلك يكون لنا ليس فقط ما نريده، بل أكثر جدا مما تخيل. صح، مما نطلب. واو. وإذا كان قاضي الظلم قد أنصف المرأة لأجل لجاجتها، أمين، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متماهل عليهم؟ الرب قال كده، الحق أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. لو عايز إنصاف من الرب، تعال إليه، تعال إليه بقلب زي ما قال أخونا الدكتور ريمون، قدم توبة بقلب متواضع، بقلب يحتاج إلى نعمة الله المخلصة والمغيرة لحياته. وكمان في الصلاة بتبقى النفس حاسة بسلام وبنعمة مليها، فببقى مش محتاجة ولا حاجة بعد كده. النفس بتشبع زي ما قال المختبر، أشبع إذا استيقظت بشبعك. صحيح. صحيح. هو مش بس بناخد احتياجاتنا بالصلاة، نتغير ونتغير. الصلاة تغيرنا. صح. بيقول كتاب في أفسس 3:16 بيقول هناك نتأيد في الباطن، أو بالقوة، نتأيد بالقوة بروحي في الإنسان الباطن. هناك نرفع أجنحة كالنسور. هللويا. نركض ولا نتعب. صح. نمشي ولا نعيا. هناك نتحول إلى مستوى آخر من الروحيات. فالصلاة ليست فقط طاعة لأمر عند احتياج ضرورة، لكنها تغيرنا نحن شخصيا عندما صح. نصلي. وصراحة كل الناس في الكتاب أمثلة كثيرة، مش بس أمثلة لكن أمور حقيقية، ناس حقيقيين طبعا. أتوا لكي يصلوا، صلوا عن اضطرار، بإلحاح، بإيمان، دون توقف. هؤلاء الناس مش بس أخذوا اللي طلبوه، لكن تغيروا وصاروا أمثلة لنا على مر العصور. طب أعطي مثلا حنة. حنة تلك المرأة المباركة التي كانت تعاني باستمرار تهكم
من فننا. يعني كلمات صعبة كتير كل الوقت تجيها كدا. وبعدين زوجها مش عارف كيف يساعدها ورئيس الكهنة ده مش فاهم، لكنها أصرت وكملت بالصلاة إلى حين أن استجاب الرب. حنة صارت مثل لنا لأنها كانت تصلي عن اضطرار، كانت تصلي بإلحاح، كانت تصلي عالمة أن ليس لها مخرج من حالتها إلا بهذه الطريقة. وأتوقف أيضا إذا ممكن أقول أن هذه هي الصلاة المستجابة. يا سلام. لو سألتيني مثلا كم نوع من الصلاة فيه؟ أيوة، لسه عايزة أسأل السؤال ده. يعني أنواع الصلاة كتيرة، بس قبل ما نسيب أهمية الصلاة في حاجة هقولها يعني جوايا، إن الصلاة بتشن حرب عليا شديدة جدا، بس هي الدرع الواقلية من سهام الشرير الملتهبة. مظبوط؟ أمين. عشان كده مهما جت الحرب عليا مش هقدر انتصر غير لما اصلي، لان الصلاه كمان بتديني الاسلحه الروحيه اللي اقدر بيها اقاوم ابليس. صحيح. واقاوم سهامه الملتهبه دي. صح كده؟ مظبوط. فعشان كده الصلاه شيء رائع جدا. كون ان انت تحكي مع سيد الأرض، مع ملك الملوك، مع رب الأرض. إيه ده؟ إيه ده؟ إزاي وصلنا إلى هذا المستوى الرائع روحياً إن إحنا نمشي معاً، نحكي معاً كأعظم الرفاق؟ صحيح. صح كده؟ صحيح. مبارك اسم الرب. طيب، عايزين ناخد إيه هي أنواع الصلاة؟ بس عندنا تليفون، ناخد أنواع الصلاة الأول ولا ناخد التليفون؟ زي ما أنت عايزة. طيب، يا ريت ناخد انواع الصلاه قبل التليفون. ناخد انواع الصلاه. طيب، بشكل سريع. هو في نوعين من الصلاه بس. اوكي. في نوع من الصلاه اسمه صلاه الراحه. صلاه الراحه، يعني واحد بيقول ان اجت اجت، وان ما اجت معلش خلاص. يعني انا بس بصلي لانه الكل بيصلوا وسمعت انه لازم اصلي، والاخوه عم بيصلوا والناس عم بتصلي، فانا هشترك بصلاه. يعني كان فيها خير شيء خير خير، وان ما كانش فيها معلش دي صلاه إلهي. الراحه دي ما تنفعش طبعا. صح. لكن في صلاه تانية اسمها صلاه المضطر. ايوه، صلاه عن اضطرار. يعني انا مش ممكن يا رب اسيبك. صح. لا أتركك إن لم تبارك. أنا هللويا. مش حسيبك يا رب. أيوة. أنا محتاجك كتير، مش حسيبك أبدا. والكتاب كتب عنها عدة مرات. في مكان في مزمور 102 عبارة كم آية من مزمور 102 تتكلم عن تلك الصلاة التي دائما تستجاب، ولازم نتقلدها بهالطريقة. بشوفي مزمور 102 بيبتدئ بالطريقة دي، بتقول صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الرب. الله يبتدئ كده، يا رب استمع صلاتي. وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي. أمن لي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا يا رب. لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح عفوا كالعشب، ويابس قلبي حتى سهوت عن أكل، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي. يعني الشخص ده قال له مش لا أريد أن أكل، مش عم بقدر أكل، مش عم بقدر أعمل أي شيء، أنا يا رب محتاجك، أنا مسكين، أنا مضطر. شوف شو بيجاوب الرب، بيجاوب الكتاب لماذا استجاب الرب لشخص كهذا. بيقول التفت إلى صلاة المضطر. أيوة. ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح رب. كتبت هذه الآية من أجلي ومن أجلك ومن أجل السامعين. تعال إلى الرب عن اضطرار، أعرف أن الرب عارف باحتياجك، ما تخبهوش، ما تخففوش، اصرخ له،
أعطيه أهمية، قل له يا رب ما عنديش غيرك اليوم، أحتاجك، لا يمكن أن أطلقك إن لم تباركني. وبالطريقة دي الرب حيجيب فينا. روعة. نجيب روعة. أي سؤال الآن لو سمحت. أوكي طيب، معنا الأخ عريان من القاهرة. أهلا بك يا أخ عريان، تفضل حضرتك على الهواء. كل سنة طيبين، كل مشاهدين طيب. كل سنة طيبين. أهلا وسهلا. طيب. النهاردة الحلقة رائعة جدا، ربنا يبارككم باسم يسوع. شكرا. خلينا نبدأ الصلاة الأول. عندنا خادم الرب أخونا محسن فهمي، تعبان جدا، طلع من عملية، وهو طلب الصلاة لأجله إن ربنا يسنده ويديله قوة. لكن خليني أسأل سؤال، هل في أنواع الصلاة؟ يعني ممكن دلوقتي في القرن 21 أجي لنبي زي أبونا إبراهيم وأقول له يا أبونا إبراهيم سوري معلش كلمنا تاني يا أخ عريان، فقدنا الاتصال، أسفين جدا. هو قال صلي عشان محسن، عشان محسن فهمي ظهر عمل عملية، أنا مش عارف عملية إيه، لكن هو هيواصل الاتصال بينا تاني، فحننتظر تليفونك مرة تاني. ناخد دلوقتي الأخت فريال من لندن. أهلا بيكي أخت فريال، فضلي حضرتك على الهواء. هلو أخي سلوى، سلام أختي العزيزة الفاضلة، ربي يبارك، سلام ونعمة المسيح معك ومع ضيفك الكريم. أهلا بيك أخت مباركة، ربي يحفظك. حابة أقول الحماية على الأسوار كانت رائعة 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 حبيبي، والرائعة اللي آخر شيء إحنا في المحطة الأخيرة، يا ريت الناس تصحى وتسمع. نشكر الرب. امين اختي. نعم، ف يعني من شروط الصلاة المقبولة اولا انه الايمان بالمسيح طبعا له كل المجد، والصلاة باسمه فقط. صحيح. يعني مو اسم قديسين او الغير، ولا والكل على عيني وعلى راسي من فوق، لانه هو فمه الطاهر الرب يسوع المسيح قال إن سألتم شيئا باسمي فأني أفعله. هللويا. وبعدين أن نكون نعيش في حياة التوبة، حياة التوبة، لأنه الخطايا والآثام تكون فاصلة بيننا وبين الله. مظبوط. بعدين الغفران أهم شيء، الغفران غفران للآخرين، ما تكون أي مرارة أي عدم غفران في قلبنا. أن نكون أن نصلي بالروح وليس بالكلام، ممتلئين بالروح الله بالروح القدس. وخذ سلوى ذكرتي الرب يبارك فيه، وأيضا نصلي لجميع الناس، مو فقط طلباتنا إحنا وننسى الناس. بالزبط. نصلي من أجل المريض، من أجل المحتاج، خاصة من أجل خلاص النفوس. هللويا. من أجل خلاص النفوس، واللي نسترم بالأسماء اللي من أهلنا وأقاربنا، وبعدين خلاص النفوس كلها البعيدين عن الرب يسوع المسيح. yes. فهاي كان أعتقد الصلاة المقبولة، شروط الصلاة المقبولة، والرب يباركهم ويحفظكم من مش إلى مش. شكرا شكرا, شكراً. أخت فريال، ربي يباركك يا أخت فريال، كلام رائع جدا. الأخ عريان رجع لنا، أهلا وسهلا بيك، تفضل حضرتك على الهواء. انت طبعا على الهوى وابليس سلطان الهوى، عشان كده انتوا ضايفين عليه وهو دايما فوق على الخطوط. يس بس هو مش هيقدر علينا. كان سؤالي على السريع، ينفع في نوع من الصلاه؟ انا لو راجل بسيط دلوقتي، ورسول بولس كان ذله بيشفي امراض، رسول بولس كان بيشفي امراض والمناديل بتاعتهم كانت بتشفي امراض، هل ينفع دلوقتي اجي اقول يا رسول بولس اشفيني، يا رسول بطرس اشفيني، اديني عيال، نجح لي ابني، ولا هل نوع الصلاه ده يكون جد كلمه ربنا وجد مشيئه الله؟ اوكي طيب، الدكتور ريمون هيجاوب حضرتك، بس عايز اسال الاخ محسن عمل عمليه، عمليه ايه عشان نصلي له؟ هو طلب صلاة عنده، هو في حالة خطر جدا وفعلا يعني النهاردة هو كان الكنيسة كلها بتصلي، وكان طلب صلاة من ربنا يسمع معاه معجزة.
وبرضه فقدنا معجزه خلاص احنا اخذنا الرساله. هنصلي له حاضر، هنصلي لمحسن ونصلي حسب اللي طلبته الاخت فريال. لكن حجاوب الاخ محسن. أيوة. ممكن شويه موضوع شفاء الامراض. شفاء الامراض انا اؤمن انه الرب طبعا ما زال عم بيشفي. ما توقفش شفاء طبعا. الامراض هو كان يشفي كل من ياتي اليه في كل الماضي، كل مرض في الشعب، المرض صح. لكن بالايام هذه الايام الرب بهمه اكثر شيء ارواحنا، سلوكنا، توبتنا، تقدمنا في المسيرة في الطريق الضيق، اقترابنا روحي. إليه، قداستنا، صح كده. ده مهم له كتير. وباخد هذا الشيء من مزمور 103. مزمور 103 اللي بيقول باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بعدين بيقول باركي يا نفسي الرب، بيقعد بعد خمسة تنسي. أشياء عطاها الرب لنا من طبعا من مئات الأشياء، لأنه سبق وقيل في رسالة أفسس باركنا بكل بركة روحية في السماويات. لكن يس. خمس أشياء تذكر في مزمور 105 103. في البداية 103 103 بيقول أولا الذي يغفر جميع ذنوبك. ده أهم ده موضوع ما تغيرش أبدا ولن يتغير بالظبط. والأربع تانيين ما تغيروش، لكن لازم نفهم التانية بتقول الذي يشفي كل أمراضي. ما معنى هذا الكلام؟ هل معناه أنه الرب كل مرة واحد يعني وإلا الدكاترة ما لهم شغل بقى يعني هنروح وناخد شفاء؟ وطبعا في ناس بتهتم بالموضوع لازم يشفي كل الأمراض، لكن على قلب الرب أهم من الأمراض الجسدية الأمراض الروحية. الكبرياء القتال، الشهوات اللي مش قادر واحد يمنعها، عدم الطاعة، عدم الخضوع، الأنانية، الأنا أهم شيء. هذه الأمراض يريد وسيشفينا منها كلها. فإذا لما نقول إنسان لما بنصلي من أجل أي مرض له لتكن مشيئتك يا رب، في ناس بيشفيهم وفي ناس ما بيشفيهمش بياخدهم. وعمل نفس الموضوع ببداية الكنيسة، كان في واحد أخده هيرودس وقتله يعقوب. أيوه. وفي واحد تاني صلوا له وطلعوا من السجن. بطرس. أيوه. طب ليه ده وليه ده؟ قال باتنين أنا عم بعطي رسالة. صح. عم بعطي رسالة. فإذا موت المؤمن أو حياة المؤمن، إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا أو متنا فللرب نحن. فإذا الحياة أو المرض أو الشفاء أو الموت ليكن لمجد الرب. فلما منصلي من أجل الأمراض قل له يا رب لتكن مشيئتك، نريدك أن تتمجد في هذا الأمر ولتأخذ أنت وحدك كل المجد حسب مشيئتك. في مرات بيشفي ومرات بيقول لا أنا عايز أخذ الشخص ده على السماء. صحي كده. لازم نتبع مشيئته. طب ده مش بيكون الشفاء الكامل لما الرب بيطلق هذا الشخص المؤمن للسماء؟ يعني بيبقى طبعا الشفاء الكامل لأنه طبعا. أخذ جسد روحي بقى ممجد فخلاص. هللويا. هللويا. هي صعبة شوي، لكن الرب زي ما قلتي في ناس بكون متألمة وكده، مثل ما قلتي الرب يعني بعينهم ياخدهم، ما بيخليهمش يتألموا. ده حسب مشيئته. صح. أستأذنك في مكالمة يا دكتور. معنا الأخ محمد. أهلا وسهلا بك يا أخ محمد. أهلا. تفضل حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بك. زيك يا أخ محمد. نشكر الرب. الحمد لله. ربنا يباركك. الله يبارك. شكرا. شكرا ليك. معلش كنت محتاج في المنصة عشان عندي الظروف. ايه قول تاني؟ بقول لك محتاج في المنصة عشان عندي الظروف، بقالي ثلاث شهور مش قاعد من الشغل. عايز صلاة لشغل يعني؟ انا بقالي ثلاث شهور قاعد من الشغل. امين. امين. حاضر. ومعلش سلام برضه للجسم صام يعني.
هنصلي لك حاضر. أخ محمد، أنا عم سميك أخ، أنت علاقتك بالرب إزاي؟ ليك علاقة بالرب يسوع؟ بيسألك دكتور ريمون. أمين. طيب. أمين 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 أمين. خلينا أعطيك آية بس من الكتاب حتى نصلي دلوقت، لكن نصلي بإيمان. بيقول الرب في إنجيل مرقس الإصحاح 11 عدد 24: لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ومتى وقفتم تصلون اغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أبوكم السماوي. إذا ما غفرتوش مش هغفر لكم. طبعا مش عم بيحكي عن غفران، عن غفران خطايا تمنعك دخول السماء، لكن خطايا بتمنعك عن الشركة. أول شيء الرب بده إياك يكون تصفي قلبك من أمور كثيرة يمكن عليك، يمكن عندك عدم غفران لحد، عندك شيء شخص ضايقك، اغفر له دلوقت، اغفر له، قل له يا رب أنا أغفر لكل الذين أساءوا إلي، وأنا أؤمن أنك يا رب يسوع حينما تأمر يصير. قال فكان، أمر فصار. خلينا نصلي لك دلوقت. أبانا السماوي، نأتي بدالة البنين، نأتي إليك عالمين أنك فيك، في فمك يا رب، حينما تقول يكون، حينما تأمر يصير. يا رب أخوك عبدك محمد باسم يسوع محتاج شغل يا رب، وانت أمرت انه الانسان يشتغل. يس. ففي ايدك المفاتيح يا رب، يا رب انت تفتح ولا احد يغلق. نعم. تغلق ولا احد يفتح. ايوه. فنرجوك يا رب لمجد اسمك وحده يا رب. نسالك ان تتعامل بهذا الموضوع حسب غناك في المجد في وقتك حسب مشيئتك يس. وتاخذ منذ الان كل شكرنا ولك كل المجد. امين. أمين أخ محمد. أمين. ربي يباركك حبيبي. ربي يباركك، وإن شاء الله يبعث لك شغل في أقرب وقت ممكن. معنا الأخ بشوي. منين؟ من القاهرة. أهلا وسهلا بك. من إيطاليا. أهلا وسهلا بحضرتك وفنيت. أهلا. أنا متابع برنامج على طول، تجده على طول بكلم القس إليكس، بطالب بالسلام دكتور رمون. أوكي. أهلا. عندنا دكتور، أنا من سنة هنا ودلوقتي ربنا كرمني الحمد لله خدت الإقامة، وعايز أعمل ضم سوري، ضم عائلي لزوجتي وأولادي. عايز أتصلين ربنا يقف معايا في الشقة الفترة اللي جاية في التأمينات، وربنا يحفظ نفسي وجسدي، وأعمل بيت لإسمه هنا، وأكون ابن لي، وأكون صورة للمسيح اللي بتمثله وسط الزمايل وسط المجتمع اللي طالع هنا، لأن المجتمع صعب هنا. وبطلب بالصلاة برضو إنك تصلي لي ربنا على طول يحفظ نفسي وجسدي، وأكون ابن لي على طول طول حياتي، وبيتي يفضل لي طول حياتي، والأولاد يفضلوا لي. أمين. أمين أمين يا بشوي. تفضلي، تحبي أنت تصلي؟ أبانا سوي، نأتي إليك يا رب أيضا لكي نصلي لأجل ابنك بشوي يا رب. عنده عيلة، عنده مسؤوليات، عنده مصاريف، عنده يا رب أحلام أنت ابتدأت فيها يا رب، والذي ابتدأ فيكم عملا صالحا بتقول يكمل. أيوة. إلى يوم يسوع المسيح. نعم يا رب. أنت قلت لنا أيضا في يوحنا 16 إن كل ما طلبتم من الآب باسمي فإني يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. أيوة. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يا رب نحن جايين لك بناء على دعوتك يا رب أن نطلب باسم الرب يسوع المسيح. نسألك أيها الآب أن تعطي حسب غناك في المجد. أن تعطينا، لأننا نأتي باسم ابنك يا رب من أجل ابنك اللي صار من أولادك يا رب الإيمان. أنت قلت تعالوا
اطلبوا لكي يكمل فرحكم. ففرح قلبه أرجوك يا رب. يا رب وتعامل مع بيشوي حسب غناك في المجد وشكرينك لأنك ستفعل في حينه ولك كل المجد. أمين 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 أخ بيشوي. ربي باركك حبيبي يسوع. ربي يتمجد معاك يا بيشوي والعيلة بتاعتك تيجي وياخدوا الإقامة والرب يوفق خطواتك وتكون خادم وشاهد. أمين عن إلهنا الرائع. دكتور ريمون جاتني كذا طلبة صلاة. الأخت صوفي تعبانة كانت في الرعاية المركزة ويعني أعتقد ربما تكون خرجت أو لسه مش عارفة. واحدة أخت اسمها فيفي عندها كانسر. واحدة اسمها الأخت إيفون عيانة والرب يكمل شفاها. واحدة اسمها ميرفت عندها ضمور في العضلات. عايزين نصلي لهم لأني جاياني على التليفون كمان طلبات صلاة كتير. أمين. فعايزين نصلي للأربعة دول دلوقتي. أمين. فضل. أمين. أبانا السماوي يا رب الاحتياجات كثيرة لكن ليس بشيء كثير عليك. نعم أنت يا رب, يا رب. الأربع أشخاص يا رب اللي سمتهم الأخت سلوى الآن يا رب أنت ليس بكثير يا رب ولا بقليل. أنت تقول فيكون. نرجوك يا رب نرجوك يا رب هؤلاء ناظرين إليك. أنت بتقول بكتابك جميع الذين نظروا إليه لم يخزوا. نعم. يا رب أرجوك أرجوك يا رب أنت تكرم الذين ينظرون إليك. انظروا إلي يا جميع أقاصي الأرض واخلصوا تقول يا رب. نحن ناظرين إليك اليوم من أجل هؤلاء الأحبة يا رب متألمين في أمراض في صعوبات في أشياء صعبة لكن ليس بشيء صعب عليك أبدا أبدا يا رب. أرجوك أنك تزور هؤلاء الأشخاص الحلوين اللي طلبوك بالإيمان بالإيمان أنك تعمل اليوم أعمال غير اعتيادية يا رب. لما يتصلوا بينا ويقولوا عملت تأخذ أنت كل المجد وحدك يا رب. شاكرينك ولك كل المجد. أمين أمين. طلبات صلاة كتيرة. دكتور ريمون الصلاة يعني الرب ما يحبناش نصلي بشفتينا. ساعات كتير شخص يصلي ويبقى هو بيصلي وبيتكلم بس ذهنه بعيد مش مركز في الصلاة. ده بيبقى صلاة بالجسد صح كده؟ صحيح. يعني الصلاة بالروح كيف تكون؟ الصلاة بالروح زي أنا أبقى قلبي يتكلم مع قلب الله. صحيح. الصلاة حتى تكون جدية ينبغي أن تكون مبنية على كلمة الله. الله. فإذن لازم يكون في آية في بين أيدينا وأمام أعيننا نركز عليها كأنه يعني منحط أصبعنا على الآية بنقول له يا رب أنت قلت فأنا أصلي حسب قولك. ما قلت والروح مثل ما قلتي أنه نحن عايزين نصلي بالروح. الرب يسوع له كل المجد قال في يوحنا 6:63 الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة روح وهو حياة. فإذن الروح القدس موجود في الكلمة نفسها. أيوة مش طبعاً. بس الروح نتخيله بالهوى يعني هو الروح موجود موجود في الكلام وبتركيزنا على كلمة الرب. نحن حقيقة عم نركز على ما يقوله الروح صح للكنيسة مزبوط. للمؤمنين يقول الروح هكذا يقول الروح أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. أيوة. دي من إشعياء 55 العدد الأول. إيه ده بتقلي يا رب أنه أنت بتديني يعني مجانا كل ما أطلبه. نعم يس. أنا بس طالب منك إيمان ودي آية من عشرات الآيات صح مثلها بتأكد لنا أنه الرب لا يطالبنا بأعمال. الخلاص ليس من أعمال طبعا والإيمان وحده لا يحتاج إلى أعمال لكن ثقة تركيز وتركيز على أي شيء تركيز على كلمة الله على كلمة هذه هي الله. الصلاة بالروح خضوع صح. تركيز اتجاه نحو ما يقوله الكتاب صح. يقول الكتاب هكذا. كان عندي تقلت للمجد أم مراتي كانت مؤمنة حلوة جدا كان عندها كتاب مقدس ما زال عندنا بالبيت تشوفي بالكتاب زي
في مش فجوات بس في حفر مثل حفر تقريبا. كانت لما توصل لآية تقول قال الرب لي هذا، تحط إصبع عليها وتدوس على الكتاب بشكل بقى خلينا الكتاب بتوعها بعد ما انتقلت ده في حفر كده تقول دي لي أنا يا رب، أنت قلت لي هون أنا أطالبك أسألك أن تعمل هذه المشيئة اللي أنت قلت لي عنها يا رب. صحيح كده، كانت تطالب الرب، ومن طلباتها استجاب الرب مئات الصلوات. فطالب الرب حسب ما هو مكتوب، لأنه هذا هو كتاب الروح القدس. أنت تصلي بالروح إذ تتمسك بمواعيد الرب المكتوبة في الكتاب. فلازم الصلاة اللي حتتوفق ويستجيب لها الرب لازم تكون مدعومة بآية في الكتاب. فأشجع اللي بيصلوا يكونوا من دارسي الكتاب. صح. الذي يدرس الكتاب يصلي أفضل من الذي لا يدرس. طبعا. هذا ممكن الواحد يكون بحالة صعبة بحادث ما عندوش، بس يروح يقول يا رب أعني حيعينك. لكن لو ما كنتش يعني لو عندك وقت الرب بيطالبك انظر إلى ما هو مكتوب واسألني حسب المكتوب. ما أنا وعدت. مظبوط مظبوط. في ناس ما تعرفش تقرأ وتكتب بس حافظة آيات أحسن من اللي بيقروا ويكتبوا، برضو ينفع. أمين. أنت قلت من أمين. كتر الاجتماعات اللي بيحضروها حافظين آيات صحيح ومكتوب كذا وهم ما يعرفوش يقروا ولا يكتبوا، والرب يكرم هؤلاء الناس دايما. طبعا هو بيكرم إيمانهم. هناخد مكالمة بعد إذنك يا دكتور فضل. ريمون معنا الأخ وديع ويليام من المنيا. أهلا بك يا أخ وديع. مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وديع ويليام. أهلا وسهلا. أيوة إحنا أخوات. يا رب الدكتور ربي يبارك. أتحمل أربية 24 والله أنا وقت الجوع العظيم خلاص حبقوه ثلاثة طلبة ذلك لأحياء عمل الرب وأنا مش أقول مع الصلوات كثيرة أرجو من الدكتورة يصلي لأجل عائلة ولي أختي عندها كانسر سمينة ولي مصابة بسكر وديعة ولي سكر صفية مراتي ما بتمشي في الخط. أنا عندي عملية مية بيضة ودخلت أعملها هي حرم جاني دوار حركي ونوم وتركت العملية يا إلهي. وبعمل ماجستير في التهوب تعبان عين واحدة مش تعبان يا رب. فصل من أجلي وصل من أجل الله يا أخ وديع. الرب يستجيب لأنه حسب إيمانك. أنت عندك إيمان وحتنال لأنك عندك إيمان. أبانا السماوي نسألك يا رب من أجل الأخ وديع يا رب، عنده إيمان، عنده معرفة بكتابك، عنده معرفة بكيف تتعامل مع الناس، بتجيبهم ليك يا رب مش لتغشهم لكن لكي تعطيهم ليس فقط ما يطلبونه بل أفضل بكثير يا رب. أرجوك يا رب أنت قويته للأخ وديع وعطيته نعمة يا رب. الأمور صعبة يا رب، المية البيضة
والعملية اللي توقفت ما كملهاش يا رب. وعيلته يا رب سمى الأسماء واحدة واحدة واحد واحد، وانت بتعرفهم بالاسم يا رب، وبتعرفهم بالشخص يا رب، وبتعرف الظروف، وبتعرف الأمور. أنت تعرف كل شيء يا رب. جايين لك لأنه ما فيش غيرك يا رب. مين غيرك بيقدر يسد هذه الاحتياجات؟ لكن أنت قلت تعالوا إلي، أنت قلت أنا أريحكم، أنا هو الحل، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس بأحد غيره الخلاص. الخلاص يا رب مش بس الخلاص من الجحيم، لكن الخلاص من الظروف الصعبة يا رب. من أجل اسمك يا رب نضع أخ وديع وعيلته وكل اللي سماهم يا رب. أرجوك يا رب أنك تفيض عليهم يا رب حسب غناك في المجد في المسيح يسوع يا رب. أنت بتعطي ودايما تعطي بسخاء ولا تعير يا رب. نشكرك يا سامع الصلاة، إليك نأتي وعالمين أنك ستعطي ولك كل المجد. أمين. يا أخ وديع. أمين يا أخ وديع. إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. الرب يديك حسب إيمانك فوق ما تطلب وفوق ما تفتكر أيضا. أمين. في اسم الرب يسوع أنت أمين. وكل أفراد أسرتك. معنا الأخت نهال من لندن. أهلا بيك يا أخت نهال، تفضلي حضرتك على الهواء. سلام ونعمة يا أختي سلوى. أهلا وسهلا بيك. برحب بحضرتك منورة الشاشة حبيبتي، وبالخادم المبارك الدكتور ريمون. شكرا. ربنا يبارككم جدا، لأن بصراحة ما فيش حد مننا مش محتاج للصلاة بالذات في هذه الأيام الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله. لأنه أنا في رأيي الخاص المتواضع أنه الصلاة هي ببساطة الصلاة بين الله والإنسان. عمر ما كانت الصلاة هي شوية طلبات لتسديد احتياجات، دي بصراحة علاقة بطلق عليها علاقة مصلحة. فالرب يحررنا من هذه النوعية من الصلاة ومن العلاقة، لأنه فيها إهانة لهذا الإله العظيم، ويدينا حياة مليانة بالعشرة الحقيقية اللي فيها بكلم الرب من خلال صلاتي، وبسمع فيها كمان صوت الرب وهو بيرد عليا. وأنا الحقيقة ممتنة جدا للرب يسوع، وقلبي فايض بالشكر العميق ليه، لأنه ما فيش حاجة طلبها من شعبه أو من تلاميذه أو من أولاده اللي هو إحنا إلا وهو لكل المجد عملها بنفسه أولا. يعني هو الله الظاهر في الجسد قبل ما يقول لنا اصحوا واسهروا وتعقلوا بالصلوات، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر عايز يبتلاكم. هو كان بيقضي الليل كله مجاهدا في الصلاة، وعشان ما حدش يقول لي أنا ما أقدرش أعمل زي السيد المسيح ده إله أنا مجرد إنسان. لأ، الكتاب ورانا شخصيات كتيرة، أذكر منها شخصية أبي فراس اللي كان شخصية منتهى الجمال، مذكور عنه أنه كان بيجاهد في الصلاة. عشان كده يا دكتور ريمون عايز أسأل حضرتك بخصوص الآية اللي بتقول صلوا كل حين ولا تملوا. صحيح. في مدرستين في التعليم، في مدرسة بتعلم وتقول خلي نفسك طويل يا مؤمن في الصلاة، واعلم ان الحاحك ولجكتك مطلوبة والرب بيحب يسمع اصرارك في تقديم الطلب. وفي مدرسة تانية في التعليم بتقول لا، مش بكتر الكلام هيستجيب الله، خلاص حضرتك قدمت طلبك للرب ثق ان هو سمعك وهو بيقول لك عين، لكن اخضع بقى لتوقيتاته وهو في وقته سيسرع بيه. فانا عايزه اعرف من حضرتك اطول نفسي ولا احط تربتي واسيبها بالكامل للرب؟ اي مدرسه اتبع من المدرستين؟ وهل لفظ لا تملوا كما يزعم البعض هل ده اقرار ضمني بان الصلاه فيها ملل؟ واخر حاجه هختم بيها كلامي، حضرتك قلت جمله نفسي احطها برواز من ذهب لانها جايه من فم الرب مباشره، وهي ان حجم المؤمن الحقيقي لا يقاس بمقدار النشاطات. هللويا. ولكن يقاس بمقدار الصلاه. هو كده. عشان كده نفسي حضرتك تقول كلمه مريحه لام صعبان عليها من ربنا انها بتطلب بلجاجه وبتصلي بايمان لخلاص اولادها، وهي متأكدة ان دي طلبة على حسب قلب الرب وحسب مشيئته، لكن للأسف
مش شايفه استجابه، بل حال اولادها بيذهب من السيء للاسوء. فايه اللي نقدر نقوله لمثل هذه الامهات؟ والرب يبارك. امين امين. حضرتك اجيبها؟ جاوبها. حضرتك أخذت الآية حلوة كتير كتير من لوقا الإصحاح 18، وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وبعدين عطى مثل حتى يورينا يعني كيف يعني لا يمل، يعني بإلحاح بإيمان لا يكف عن الصراخ. أنا بقول لو كانت حسب مشيئة الرب، لو عم نصلي مثلا لخلاص نفس، هو الله يريد أن جميع الناس يخلصون صح. وإلى معرفة الحق يقبلون. صلي بإلحاح ما توقفش. لو عم نصلي من أجل أمر حيتمجد في الرب، صلي بإلحاح ما توقفش. هلا بتقولي لي طب في أمور مثلا مرات بيشفي ما بيشفيش، كمان نصلي لتكن مشيئتك ما نوقفش. كل أمر ينبغي أن يصلى باستمرار وأن لا يمل. وبيعطينا طبعا قصة تلك الأرملة التي أتت إلى ذلك القاضي الذي لا يخاف الله، وفضلت تروح له تروح له تروح له، فقام الشخص ده قال الست دي مش هتوقف تجيني، وقام قال خلاص لا أعطيها. بيقول بيزيد بعدين اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه. وبيزيد نهارا وليلا وليلا. بكلام آخر عم بيشجعنا أنه نلح، بيشجعنا أنه نكمل بالصلاة. فالمدرسة اللي بتقول ما تكملش بالصلاة أنا ما بوفقش معها. أنا عندي طلبات، في أخ مبارك يمكن سامع به اسمه جورج ميولر. جورج ميولر ده كان معروف عنه رجل صلاة كتير. هلا هو بيقول في خدماته بيقول ده صليت له 10 سنين، ده صليت له 15 سنة. وكان في ناس بدفتر الصلاة بتوعه صلى لهم كل حياته ما خلصوش لما كان هو على قيد الحياة. لكن واحد منهم اجا وقال أنا خلصت كذا سنة بعد ما كان انتقل جورج ميلر للمجد. صلى له جورج ميلر كل حياته. الشخص ده اجى للرب بعد 50 سنة كان انتقل. فاذا في صلوات ما بنشوفش نحن الاستجابه بتوعها، لكن الرب يستجيب بعدما ان نكون قد غدرنا. ما فيش صلاه لا تستجاب. بالضبط. كل صلاه تستجاب، لكن امتى ما نعرفش التوقيت. فاذا نصر ونلح ونكمل في الصلاة، لأن صلاة تمجد الرب حسب مشيئة الرب. صح. إن كان فيها شفاء، إن كان فيها خلاص، إن كان فيها رجوع للرب، إن كان فيها توبة. مش ممكن إلا أن تعمل عندما يريد الرب أن يعمل فيها. صح. فأنا بشجعك أنك تكملي بالصلاة، وتشجع كل اللي عم بيفضلوا بيصلوا بيقولوا طب ما استجابش الرب، كمل بالصلاة ما توقفش الصلاة. صح. هو بالنسبة للأم اللي عندها أولاد، يعني أنا عندي إحساس بالروح كده إن الأولاد دول طول ما بنصلي لهم ليهم زمن افتقاد. صح. زي ما بيقول دكتور ريمون ليهم زمن افتقاد، والرب هيتمجد في الوقت اللي هو شايف هيقدر يوصل لهم فيه. صح. مظبوط. فلازم نشجع انه ما حدش يوقف يصلي. طبعا انت بتصلي انت عم تعمل اولا معروف مع نفسك. احنا بنفكر كثير مرات انه احنا عم نعمل معروف مع الرب. انت جاي عند الرب لتاخد. هو حيدي لك. اللي عم بيستفيد المستفيد الاول من الصلاه هو المصلي. المصلي مظبوط. وبعدين بيفيد غيره، بيفيد نفسه، بيفيد عيلته، بيفيد اقربائه، بيفيد كنيسته، بيفيد بلده. طبعا ياما في ناس غيرت تاريخ بلاد من وراء الصلاة. مظبوط. ودانيال واحد منهم مثلا، وأرميا واحد منهم، وإشعيا واحد منهم، وداود واحد منهم. طبعا. والرب يسوع له كل المجد. طبعا المثل الأكبر والأعظم للصلاة لينا في الصلاة. فالصلاة تفعل، لا صلاة دون جدوى. هناك استجابة، لكن توقيت الاستجابة ما نقدرش نحن نفهمه إمتى.
لكن الرب يعمل صح. ما هو الأفضل. أكيد زي ما مكتوب إن قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. خلاص أمين. أنت صليت والموضوع قدامي. أنا علمني الروح القدس كده، قال لي سلوى لما تصلي خدي الاستجابة بالإيمان هللويا وانتظري وما تصليش تاني. خلاص هي قدامي وأنا هتمجد وهديك حسب إيمانك في الوقت اللي أنا شايفه صح. أمين. وعايز أقول شيء تاني كمان، يا ريت بالصلاة نتعلم أنه نشكر بنهاية الصلاة. أيوة. كأنها استجيبت قبل ما الرب يستجيب، بنشكره على الاستجابة مقدما. هو كده هو كده. في صح طبعا كده. الآية المعروفة جدا في فيليبي الإصحاح الرابع والعدد السادس اللي بتقول في كل شيء بالصلاة بالطلبة والصلاة مع الشكر مع الشكر. هو كلمة الشكر دي مهمة جدا. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. فيليبي 4:6 بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم. كأنه الرب يقول يعني الله. أنت مؤمن أني أنا هستجيب حسب مشيئتي اللي هي أفضل من أنت اللي بتطلبه. بالضبط. طبعا يا بالزبط. رب أنا بالزبط. بقول أنت اديني حسب مشيئتك اللي هي طبعا مرات احنا نطلب شوية صغيرة. أيه. الرب عايز يديك كتير. ليه بتحب الرب؟ قل له دايما حسب مشيئتك. في قصة معلش اذكرها الآن، الاسكندر الفاتح العظيم قالوا واحد يطلب طلبات كتيرة منه، قال له عايز كده 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 أشياء وذهب وأحصنة وحيوانات دي وأكل ده زي كده وكده كده. راح واحد من خدام الإسكندر قال له لما تديلوش ده بيطلب كتير. قال له لا أديله عشان بيخليني أشعر أني ملك كبير. فخلونا نطلب بدون ما يعني نقول طب دي كبيرة على الرب. لا مش كبيرة. لا طبعا انت اطلب وقل له يا رب انا عم بطلب لكن انت اديني حسب غناك. يس. انت عايز تديني اكتر فليكن. يس. هو بيعمل كده فعلا. هللويا. وعارف يا دكتور ريمون الحاجة اللي بلاحظها ان اكتر حاجة يقومها ابليس قراية الكتاب والصلاة. يا كده يعني يجيب 100 حاجة تعطلك. انت سميتيهم الاثنين دول. الاثنين الصلاة والقعدة مع الرب، هي كلها القعدة مع الرب فعلا اكتر حاجة يقومها ابليس. صحيح. انه يعطلك ويجيب لك تليفونات ويعمل لك مشكلة وكدا. وممكن يتعب جسدك ويديك صداع. انا بحس بالحرب دي بشكل شرسة فعلا. لانه هو عارف ان احنا بناخد قوة عليه وغلب عليه ونصر عليه وبنقدر فعلا نستكشف ونكتشف قديه هو عايز يعرقل الغلبة اللي لينا في المسيح. مظبوط. أنا علمني أحد الأحبة المصلين انتقل عند الرب دلوقت، لكن قال لي لما تقعد لتصلي جيب قلم وورقة جنبك. حيجيك أفكار كل دقيقة. في حاجة لازم أعملها. ما تقومش عن الصلاة، أيدها على الورقة. تليفون بيضرب هجاوب بعدين. لازم في موضوع مهم جاني حالا، وهو ابليس بيجيب الامور دي انت وعم بتصلي. مش كده؟ معطلات فظيعه. اكتبها على الورقه، كمل بالصلاه. الالحاح اللي بيجيك من ابليس عشان تقوم توقف الصلاه بيختفي بعد شويه. بنهايه الصلاه تنظر للليسته اللي كتبتها تلاقيها كلها امور تافهه. يس. ولا كانش لازم تقوم ولا حتقوم عليها تعملها لأنه كلها كانت حيل من إبليس زي ما قلتي لتوقفك عن الصلاة. فوقت الصلاة هو أتعس وقت لإبليس. صح. وأمجد وقت في لنا. تحدي. ففي تحدي ولازم نحاربه بالطريقة دي. يا إلهي مبارك اسم الرب. فعلا لما بناخد نصرة بنحس قديه إحنا اتباركنا وغلبنا. صحيح. الاثنين اتباركنا وغلبنا. عشان كده أعظم حاجة تخلينا في ملء مشيئة الله العلي هي الصلاة. أحلى حاجة تخلي التواصل بيننا وبين الرب قائم
يعني عارف لما يقول قبل ما يدعوني أنا أجيب. صحيح. قبل ما وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. هللويا. إذا هو مستني، هو متلكك إنه يسمعنا ويتجاوب ويتكلم معانا. لا لا، دي ده فعلا بركات يعني رائعة جدا جدا، مش أي حد يستوعبها ولا يعيشها غير المؤمن اللي فاهم قوة الصلاة. صحيح. اللي فاهم قوة الصلاة. أمين. وبعدين زي ما حضرتك قلت النوع الأولاني من الصلاة، الصلاة العامية أو الإيه؟ بالراحة. اللي بالراحة. يعني واحد يقول يصلي عشان ده وقت صلاة، طيب خلاص حديله للرب كم دقيقة بالصلاة، زي هو بيدي يعمل خدمة للرب أو يعني عشان الإخوة كلهم بيصلوا. دي صلوات ملهاش معنى. صح. زي ما قلت لازم تنبع من القلب، من قلب مؤمن محب، قلب تايب، قلب متواضع، قلب منكسر، قلب مضطر. صح. وقلب عارف انه دي اهم حاجة عم بيعملها بحياته. صح. بيحب الرب وعايز يشبع بيه. اقول له اشبع اذا استيقظت بشبهك يا رب. صحيح. احلى حاجة الصبح ما الواحد يصحى. وبعدين كانت ماما زمان تقول نصبح على الرب وبعد كده نتكلم في أي موضوع. هللويا. بس نصبح عليه الأول. أمين. أمين. أحبائنا المشاهدين هنطلع فاصل نسمع فيه ترنيمة حلوة وحنرجع لكم ومعنا طلبات صلاة كتير هنصلي لأجلها وهنكمل كلامنا، فابقوا معنا. أمين. انت وهيب الحياة، انت ليا طول نجاة،
سلام انت في كل الابد انت محي خوفي انت محي خوفي انا بس محتاج لصوتك انا املي رضاك وخوفك بس محتاج لصوتك انا هدفي رضاك وخوفك انا طلبي ان اشوف المجد امالي ان اشوفك حتى اخر باب اتسد هلمس في ثوبك انا طلبي ان اشوف المجد امالي ان اشوفك وحتى اخر باب اتسد هلمس في ثوبك انا هلمس في ثوبك انت شافي نفسك انت شافي جسد انت شافي نفسي يا ربي انت شافي جسدي انت طبيبي انت طبيبي انت اله عظيم انت الهي معك مفيش مستحيل تحيني من ممات تحييني من مماتي انت الهي انت الهي انت الهي انت الهي انت يسوع الفادي انت وهي بالحياة انت انت فيك الامان انت بتدي سلام انت فيك الامان انت محي خوفي انت محي خوفي انا بس محتاج لصوتك هدفي رضاك وخوفك بس محتاج لصوتك انا هدفي وخوفك انا طلب ان اشوف المجد امالي ان اشوفك حتى اخر باب اتسد هلمس بثوبك انا طلبي ان اشوف المجد امالي ان اشوفك حتى اخر باب اتسد هلمس بثوبك انا طلبي ان اشوف المجد املي ان اشوفك حتى اخر باب اتسد هلمس بثوبك انا هلمس بثوبك. انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها كل حسب احتياجه.
ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين. أهلا بكم مرة أخرى أحباء المشاهدين، والصلاة المقبولة لدى الله. رب يدينا نعمة نعرف نصلي صح عشان نتبارك صح وناخد منه صح. الحقيقة عندي طلبات صلاة، وحضرتك معاك طلبات كتيرة يا دكتور ريمون. نعم. هقرأ الطلبات اللي معايا. واحدة أخت اسمها سونيا بتقول مساء الخير، وإحنا بنحبكم جدا ودايما بطلب صلاة وببقى منتظرة الاستجابة، وبنمر بظروف أنا وزوجي وأولادي وأحفادي صعبة، لكن بشكر الله على الاستجابات والحلول وعلى سندته لينا كل الأيام. بقالنا فترة بطلب صلاة من أجل بيع الشقة، لسه مشيئة ربنا ما جاتش، بس ربنا يخليكم صلوا كتير من أجل بيع الشقة عشان إحنا تعبنا، إحنا ناس مسنين، وربنا يعوضكم تعب يا رب. يعوض تعبكم، ويا رب ملكوتك وبرك علينا يكون بالكامل ونكون بنقدم توبة لشخصك. أمين في اسم يسوع. في أميرة بتقول عايزة صلاة من أجل أن الرب يستخدمني في خلاص النفوس. أمين. وفي شغلي في اسم الرب يسوع. أمين يا أميرة. هللويا. الرب يتمجد معاكي ويديكي فوق ما تطلبي. سلام المسيح يا أخواتي. الأخت محاسن، يا أخواتي ممكن طلبت صلاة لأجل أوراق السفر، الرب يسرعها والرب يبارككم. أمين. أمين. ربنا يتمجد معاكي ويبعث أوراق السفر. الأخت أميرة، أطلب صلاة لخلاص زوجي وأهله في اسم الرب يسوع. يا رب. أمين. الرب يتمجد ويديكي سؤل قلبك. واحدة بتقول سلام المسيح ليكم أخواتي، أخواتي وأخواتي أذكروني في صلاتكم. ده الأخ علي. أنا وأهلي وأخواني وأمي وأبويا وأخويا ومرات أخويا. أمين يا أخ علي. أمين. يتمجد معاك الرب ويديك في اسم الرب يسوع شهوة قلبك، علشان هي دي صلاة حسب قلب الرب. سلام المسيح ليكم إخواتي وأخواتي أذكروني في صلاتكم أنا وكل عيلتي. دي طلبت صلاة تانية في اسم يسوع. الرب يتمجد ويديك. واحدة بتقول أرجو الصلاة من أجل بنتي اسمها إنجي، عندها 13 سنة ولسانها تقيل وهي بتتكلم بيسبب لها جرح، بيسبب لها الكلام بتاعها لأنه تقيل. أصحابها بيجرحوها بالكلام، بيتريقوا عليها، وأنا صعبان عليا أني أشوفها مش قادرة تتكلم كويس يا رب. وبعدين واحدة بتقول صلاة من أجل يوسف ينزل شغل، الرب يبعت له شغل. أرجوك يا رب. صلاة الكنيسة من أجل أولادي، ربنا يكون معاهم ويحفظهم من كل شر ويسدد الديون اللي عليهم ويبعت لهم شغل ويبعد عنهم كل شر وكل شبه شر. أمين. صلاة لأجل طفل وقع على راسه وهو حاليا في غيبوبة، صلوا من أجله. واحدة اسمها منى عندها طفل، حاجة فعلا توجع القلب. نعم يا رب. الأخت سو بتقول صلوا من أجلنا جميعا أمام عرش النعمة، كل سنة وانتوا طيبين، ربنا يباركك يا أخت سو. أمين. والأخ رفعت بيقول صلوا من أجلنا ربنا يبارككم. أمين. عايزين نصلي لأجل كل الطلبات دي
وانا احط ايدي على التليفون وحضرتك هتصلي يا دكتور ريمون. اتفضل. ابانا السماوي يا رب، هذه طلبات يا رب تبدو كثيره لنا لكنها قليله يا رب. قليله جدا في يا عينيك يا رب. عظم اسمك، انت اعظم. نعم، انت اكبر، انت قلبك واسع يا رب. ايوه يا رب. حقيقه يا رب ليس فقط بالخلاص، لكنك هناك تشفع فينا بعد الخلاص يا رب. يا انت مرافقنا بالرحله هيدي. عندك 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 يا رب اهتمام لكل اولادك يا رب. يا هذه الاحتياجات رب. انت تعرفها قبل ان نقول لك عنها يا رب. انت تعرفها يا رب. وتريد يا رب. ان تظهر مجدك يا رب، تريد ان تظهر لكل احبائك مرارا وتكرارا انك حي. أيوة. وتشفع أيوة. فيهم يا رب. ايوه، فارجوك يا رب يسوع، انت سمعت الطلبات وسمعت الاسماء وسمعت رب. الاحتياجات يا رب، احتياجات يا كلها رب. تمجد اسمك يا رب. حنن يا ان كانت رب. طلبات من اجل خلاص، من اجل من اجل يكونوا افضل في خلاص النفوس، وانت قلت رابح النفوس حكيم، فارجوك يا رب عم يطلبوا حسب مشيئتك. وان كانت طلبات من اجل شفاء، من اجل عنايه، من اجل شغل، من اجل امور يا رب. البنت اللي تقيل عليها تتكلم يا رب، انت الابكم والاصم والاعمى شفيتهم بالماضي يا رب، كل كلمه فيبرأ غلامك يا رب. من أجل اسمك أرجوك يا رب، حط إيدك بالبركة على بنتي وعلى كل طلبة انقالت يا رب، وعلى كل بيت يا رب زورهم زيارة غير اعتيادية، لأنهم سلموك على الهواء أنهم يطلبونك ويريدون يا رب أن تتمجد في حياتهم. وأنت يا رب لا يمكن لا يمكن إلا أن تستجيب. من أجل اسمك يا رب نسلمك هذا الموضوع، ليعلو اسمك، يتمجد اسمك، وليكن لك كل المجد من الآن وإلى الأبد. أرجوك يا رب أظهر نفسك ولك كل المجد. أمين. أمين. شكرينك يا رب. أمين. شكرين. الرب يتمجد. عندنا طلبات مع حضرتك، بس هسألك حاجة يا تفضل. دكتور ريمون، هل في صلاة ربنا مش بيستجيبها؟ في صلوات ما بيسمعهاش الرب، أو لأنه بيبتعد عن الناس اللي عم بيصلوها. صلوات مش حسب مشيئته. أيوة. مثلا لو واحد صلى، مثلا عم بدي مثلا اللوتو، في ناس بتسمع على التلفزيون اللوتو ده حلوة. تخيلي واحد يقول له يا رب يعني معلش ربحني اللوتو دي. أيوة. وريحني. بيقول الرب لا، أنا محبة المال دي مش مشيئتي أبدا. أيوه. لبل سبق وأنظر. صح. قال إنه الناس اللي بتبتغي المال دول يقعوا في شرور كثيرة. أكيد. ما تبتغيش. أصلاً لكل كن مكتفياً. الشرور. كن مكتفياً. بيقول سفر الأمثال صح 30، لا تجعلنيش غني ولا فقير. أنا عايز بس كن مكتفي، لأنه لو غني حسيبك ولو فقير حقوم أعمل حاجة مش حلوة. أيوة. فأرجوك يا رب اديني بس حسب احتياجي. أطعمني خبز فريضتي، خبزنا كفاتنا أعطنا اليوم. صح. ففي طلبات الواحد خلاص لو مش حسب مشيئة رب. طلبات انتقام يا رب، اعمل بالشخص ده ما يتفقد. الرب يعلمك الغفران، ان جاء عدوك فطعمه. ليه؟ يعني بالطريقه دي انت كانك تضع جمر على راسي. في طلبات طلبات حاجات يعني واضحه انه مش حسب مشيئه الرب. اديني دي. هل انت تسال امور تمجد الرب، تتقدم بها روحيا؟ امور تنفع للمدى الطويل، أمور بيعلى اسم الرب في حياتك، في حياة عيلتك. دي هي الأمور. هل هي أمور زي ما قلنا حسب المكتوب في الكتاب؟ حط إصبعك على الوعد ده وطالب ساعتها. لكن إن كنت أنت بتطلع بأشياء ضد مواعيد الرب، ضد مشيئة الرب، مش هتساعدك، مش هتساعد اللي عم تصلي لهم، ومش هتمجد الرب. وأخيرا ولا آخرا، إن كان ليس هناك من توبة في قلبك. توبة مهمة جدا قبل ما تقترب من عرش النعمة. بيقول الكتاب لنأتي بالثقة إلى عرش النعمة. الثقة
بتجي انك انت اعترفت بخطاياك. مش ممكن الرب يعطيك ثقة الا ما تكون صرفت وقت تقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. انا يا رب انا جاي عندك، انا عايز اتقرب منك وانت القدوس، يعني كيف الي قلب انه اجي انت بتسمعني وانا حامل زي ما قلت الآية ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع الي الرب. مش ممكن، فلازم نصرف وقت في امتحان النفس. أيوة. يا رب اختبرني، اختبرني يا رب. أنا مش عارف، في عندي أمور مضايقاني مش مرتاح. لو ضميرك مش مريحك معناها في أمور لازم تعترف فيها. صح كده. إن لمتنا قلوبنا فالله أعظم. أعظم من قلوبنا. صح. إن كان ضميرك عم بيوبخك معناها الرب شايف في شيء مش ظابط معاك. امتحن نفسك. اختبر، قل له يا رب اختبرني يا رب واعرف قلبي. امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان في طريق باطل حتى اعترف بي يا رب. انا مش عايز كمل لحظه. لما بيريحك الرب، لما بيدي لك سلام وثقه، ساعتها بتدخل عرش النعمه انت. صح. واثق انه يا رب انا اعترفت بخطاياي وسالتك وقلت لك واصريت انه لو عندي اي شيء منعني انك تسمعني يا رب انا اعترف به. الشخص الفلاني مش غافر له، والشخص الفلاني بعدي مش يعني حاطط بقلبي ضغينه لي، والشخص الفلاني والاشياء دي اشتهيتها شهوات ضد مشيئتك وهكذا وكذا وكذا. تفضي قلبك الاول وتجي ساعتها تتقدم بثقه الى عرش النعمه وتطلب رحمه. ايوه اهم نعمة حاجه رحمه عونا في حينه، مجدا تطلب للرب. الرحمة وتطلب. صح. النعمة والرب هيدي لك. فطبعا في أمور الرب بيقول لك أنا مش هستجب لك طبعا. لكن نتأكد أن حسب مشيئة الرب بتمجد الرب حسب المكتوب في مواعيد الرب، ولكن صادرة مني أنا وقلبي فرغت من كل أمر يبعدني عن الإله القدوس. أمين. ناخد مكالمة يا دكتور ريمون. معنا بنت الرب من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. سلام ونعمة يا أخت سلوى. سلام ونعمة حبيبة قلبي، أهلا بيك. ربنا يبارك خدمتكم. يباركك، تفضلي. ربنا يخليك. عايزة تلبس طلب من طلع عندي كانسر في الثدي حبيبتي، في الدرجة الثانية، مرحلة الثانية، والدكتور بيقول يعني عايز عملية وكده، وأنا خايفة من الموضوع ده وتعبانة نفسيا. باسم يسوع الرب يتمجد معاكي. هيصلي لك الدكتور ريمون. اسمك بنت الرب، بنت الرب. مش الرب. امين اسمها. امين. ابانا السماوي لقد سمعت الطلبه يا رب. بنتك جايت لك يا رب باسم يسوع، وانت عارف الموضوع قبل ما تجي لك يا رب. انت سمحت بيه، لانه ما في شيء بيحصل الا بسماح منك. أيوة. بدك تقربها ليك اكتر، بدك تعطيها اختبار، بدك تقربها من شخصك وتنميها روحيا يا رب. لأنه الأمور الصعبة بتنمينا إذا صرفنا وقت معاك يا رب. أرجوك يا رب، أنت وحدك قادر تستخدم الظروف الصعبة دي حتى تعمل منها خير، لأنه مكتوب أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. فأرجوك يا رب، بنتك دي، بنتك اللي مرأة بالظرف الصعب ده، حولوا إلى خير يا رب، حولوا إلى خير حتى يكون عندها شهادة تخبر الناس عنك يا أنك رب. إله الخيرات. أيوة. وأنك تحول كل أمر لمجد اسمك وللخير، ولك كل المجد. أمين أمين. يتلامس معاك الرب حبيبتي. أمين. ويشفيكي وتتصلي تفرحينا باستجابة الصلاة في اسم الرب يسوع. أمين أمين. ناخد طلبات الصلاة مع حضرتك يا دكتور. أمين ريمون. عندي طلبات كثيرة حقراها. أيوة. بسرعة. بيقول صلاة بنت الرب، بتقول صلاة لأجل زوجة أخي عندها كانسر في المستقيم، وصلاة لحفيدتي 4 سنوات تبكي بشدة من ألم في رجلها، والدكاترة مش عارفين يشخصوا المرض. إجانا طلبات صلاة أيضا من بنت الرب من سان دييغو، طالبة صلاة من أجلها لأن عندها عملية استئصال كانسر في الصدر. يا رب استجب. في صلاة من بنت الرب أيضا
صلاة من أجل دينا، حامل 6 شهور في المستشفى عندها وجع. الرب يكمل الحمل على خير. يا رب زور دينا. وصلاة من بنت الرب أيضا، إحدى بنات الرب، من أجل ظهره ورجله. صلاة من أجل نائل شفاء الروح والقلب، ألم شديد. يا رب زور زور أرجوك بنت الرب طلباتها من أجل نائل تشفيه روحيا وأيضا من الألم. طلبة من نوال، الأخت نوال بتقول صلاة من أجل الرب يسوع يحفظ ويحمي أولادها وأحفادها. يا رب أنت سمعت أختنا نوال شو بتقول، أنت تتعامل وتحمي أولادها يا رب وأحفادها يا رب وتحفظهم يا رب. من أجل طلبة من الأخت هناء بتقول شفاء من الحزام الناري. الحزام الناري، أنا مش أكيد بفهمان شو الحزام الناري. هو الشينجلز. الشينجل، أوه ده هو الحزام الناري مزبوط. أخت هناء يعني ده شيء صعب. أبانا السماوي طبعا. أرجوك إنك تسرع بالإعانة، تسرع بالشفاء يا رب من أجل اسمك. أرجوك يا رب تشيل الحزام الناري ده من أجل اسمك يا رب، لك والمجد. صلاة من بنت الرب، طلبة من طلب الرب. وهذه ثالث نيرسينج، صلاة لابنها علشان ينجح في امتحان المرة، يدخل الامتحان. وصلاة لبنتها عشان يتم قبولها في الكلية اللي تقدمت عليها، Physician Assistant School. يا رب بنت الرب طالبة من أجل ابنها ينجح في امتحان وبنتها تتقابل بالكلية. يا رب أنت لم تبخل بكرمك يا رب، ولم ترد أحد خائب يا رب من أجل اسمك يا رب. أعمل المواضيع دي ولك كل المجد. صلاة من بنت الرب من أجل رامي وزوجته من المنيا، أن الرب يعطيهم نسل. صلاة من أجل ابنها فادي يسمع صوت الرب، شفاء الروح، ويعرف ويحب الرب يسوع. يا رب دي حسب مشيئتك 100% يا رب. شفاء من أجل نائل عنده ألم شديد في الظهر والرجل، والرب يقوي ويشدده. شغل من البيت من أجل جويس. يا رب بنت الرب جاي لك وعم تسألك يا رب طلبات من أجل رامي وزوجته في المنيا. الرب يعطيهم ناسل يا رب، وأنت اللي بتعطي في حينه، تسرع به يا رب من أجل اسمك يا رب. طلبة من أجل ابنها فادي يسمع صوتك، تشفي له روحه ويعرفك ويحبك أيها الرب يسوع يا رب. أنت وحدك تفتح القلوب، أنت وحدك بتجذب الناس ليك يا رب. اجذبهم وراءك فيجرون يا رب وراءك يا رب. شفاء من أجل نائل يا رب، عنده ألم شديد في الظهر والرجل. الرب يقوي ويشدده من أجل اسمك يا رب. نائل بين إيديك يا رب. شغل من البيت من أجل جويس يا رب. يبدو أنه جويس أفضل ليها كتير أنها تشتغل من البيت، وأنت قادر ترسل شغل يا رب حسب غناك في المجد من أجل اسمك. وأخيرا ولا آخرا في طلبتين بعد، جانت بتطلب she's on wheelchair and God to open her arteries. يا رب بين إيديك أخت جانت من أجل اسمك يا رب. ميليسا for God to open new doors for her. أنت يا رب تفتح ولا أحد يغلق، وتغلق ولا أحد يفتح. كل كلمة يا رب بينفتح الباب من أجل ميليسا يا رب. وطلبة من الأخت منال بتطلب من أجل أولادها، الرب يفتقدهم ويعرفوا ويحبوا ويكون الرب يسوع في حياتهم. يا رب أنت لم تبخل يا رب، أنت دموع يا رب اللي تزرف، هي يا رب هي التي تفتح يدك بالبركة يا رب من أجل اسمك يا رب. وعم تطلب أنه يحبوك أولادها يا رب. طلبة يا رب حسب مشيئتك اللي أنت قلت تريد أن جميع الناس يخلصون من أجل اسمك يا رب. زور هذه العائلة واعطي الأخت منال حسب سؤلها وأكثر، ولك كل المجد. أمين أمين أمين. كل الطلبات يا رب، كل هذه الطلبات زرناها لكن نزورها أيضا يا رب. صلوات من أجل كانسر في المستقيم، ولحفيدة 4 سنوات بتبكي بشدة من ألم يا رب، من بنت الرب. صلوات من سان دييغو، بنت الرب من سان دييغو طالبة صلاة من أجلها لأن عندها عملية استئصال كانسر في الصدر. يا رب أرجوك صلاة من أجل دينا، حامل 6 أشهر في المستشفى عندها وجع. الرب يكمل الحمل على خير يا رب من أجل اسمك يا رب. صلاة يا رب
بنتك بتطلب يا رب من أجل ظهر ورجل صلاة من أجل نائل شفاء الروح والقلب ألم شديد يا رب. نوال طلبت صلاة من أجل الرب إنه أنك أنت يا رب يسوع تحفظ وتحمي أولاده وأحفاده يا رب أرجوك أنت يسوع الذي يا رب تحمي ولا أحد ممكن أن يدخل بدون إذن منك يا رب. إن لم يحرس الرب المدينة فباطن يسهر الحارس يا رب. أنت وحدك حط إيدك بالصلاة أخرى من أجل هناء يا رب أرجوك. هذا الحزام الناري أنا عرفته هذا الشينجلز يا رب مؤلم جدا من أجل اسمك زورها يا رب وشيب شفاء غير اعتيادي يا رب أرجوك يا رب. وأيضا يا رب من بنت الرب يا رب ثالث نيرسينج يا رب صلاة لابنها يا رب حتى ينجح في امتحان المرة هيدي ويدخل الامتحان اللي هيدخل الامتحان ليها وصلاة لبنتها عشان يا رب يتم قبولها في الكلية تدخل كفيزيشن اسيستنت يا رب ان ذا فيزيشن اسيستنت سكول يا رب ارجوك. وصلاة من اجل رامي بنت الرب بتقول وزوجته من المنيا أن الرب يعطيهم نسل يا رب افتح 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 الباب يا رب نسل مبارك يخدمك يا رب في المستقبل يا رب. وصلاة من أجل ابنها فادي يسمع صوتك يا رب ينشفى روحيا ويعرفك ويحبك أيها الرب يسوع يا رب. وأيضا يا رب شفاء من أجل نائل عنده ألم شديد في الظهر والرجل الرب يقويه ويشدده وشغل من البيت من أجل جويس يا رب. وأيضا يا رب لا ننسى جانت يا رب اللي هي على الويل شير حتى الرب يفتح لها الشرايين يا رب ويكون عندها يا رب شرايين نافعة ورجليها ترجع يا رب للحركة من زي قبله أكتر يا رب. ومن ميليسا يا رب to open new doors for her تفتح البيوت تفتح الأبواب يا رب. يا سامع الصلاة نأتيك يا رب. وصلاة من أجل منال من أجل أولادها يفتقدهم الرب يا رب ويعرفوك ويحبوك ويكون أنت كل شيء في حياتهم يا رب من أجل اسمك يا رب. أرجوك تزور هذه الطلبات نضعها كلها بين يديك يا رب ونسألك أنت يا رب ليس بكثير أن تقول يا رب لها كلها حالا يا رب. أنت اللي شفيت العشرات الألاف واللي استجبت لعشرات الألاف والمئات الألاف يا رب. نضع هذه الطلبات يا رب كل كلمة فيبرأ ولك كل المجد. أمين أمين أمين, أمين. في طلبة صلاة أخت بعثة بتقول سلام المسيح إزيكم حبايبي أرجو الصلاة من أجل حماية وحكمة لابني داني اليوم مسافر لأوروبا وهيقعد 10 أيام في أوروبا وحماية وحكمة لبنتي ديانا في اسم الرب يسوع الرب يتمجد معاهم. بيتي واحدة بتقول بيتي وأولادي وجوزي الرب يسيك حواليهم ويفرح قلب أخويا بعروسة. أمين. الرب يتمجد معاها ويبعت عروسة مناسبة. أمين. يتمجد معاها في اسم الرب يسوع. وحد بيقول ربنا يتمجد معاهم ومع أولادهم كلهم ويبارككم بكل بركة في اسم يسوع. أمين. طلبات صلاة كتيرة يا حضرة الأسيس. طلبات صلاة أنا كتبت في النوتس عندي برضو شوية طلبات إن فعلا في ناس كتير بتطلب صلاة إن ربنا يتمجد معاهم وبيبقوا عايزين يستعملوا يعني يسمعوا الصلاة اللي احنا بنصليها لهم في اسم الرب. أمين. يسوع في اسم الرب يسوع الرب يتمجد ويتنازل فعلا للناس الغلبانة يا رب. واحدة يا رب. أخت عندها عملية في العمود الفقري مش قادرة تمشي والعملية خطر جدا وممكن تسبب شلل لها. أرجوك يا رب. فقالت عايزاكم تصلوا لي ان الرب يتمجد معايا. شريف عنده مطعم بس طالبين منه ضرائب ملايين ومفكر يقفل المطعم لانه مش قادر يدفع الضرائب. اخته وبنتها محتاجين صلاة كتيرة جدا عليهم حرب شديدة.
صلاة لشاب اسمه باسم عنده كانسر في الفك العلوي يا رب، وبيعاني من ألام شديدة جدا من الكيمو. شابة اسمها لميس 30 سنة عندها كانسر انتشر في كل جسمها. يا رب أرجوك يا رب تدخل يا رب. 30 سنة والكانسر انتشر في كل جسم. أرجوك يا رب. أرجوك يا رب. صلاة لأجل ديانة مش طبيعية شوية وليها فترة رفض الأكل تماما. صلاة لأجل سهام عندها مشكلة كبيرة في العمود الفقري وبتمشي بصعوبة جدا. يا رب يا رب. ناس كتيرة تعبانة تعبانة. لمن نذهب وعندك انت كلمة الحياة يا رب. كل كلمة يا رب. يا أرجوك يا رب تستجيب. أرجوك تستجيب يا رب. اتحنن اتحنن يا رب. أرجوك يا رب. حد بيقول أشكركم كتير جميع العاملين في قناة الكرمة وأطلب صلاتكم من أجلي للشفاء. يا رب. أخت اسمها دورسي. زور دورسي يا رب. باسم يسوع يا رب. باسم يسوع. باسم يسوع. أمين يا رب. أمين. نرجع لموضوعنا تاني بتاع الصلاة يا دكتور ريمون. أمين. وإن الصلاة بتشن علينا حرب جامدة. صح. فنعمل إيه في الموضوع ده؟ الحرب هتستمر. هتستمر. إبليس مش هيسيبنا. الجسد مش هيسيبنا. أيوة. لكن يقول الرسول من يخلصني من هذا الجسد هذا الموت؟ أشكر الرب، أشكر الله من أجل يسوع المسيح. وأيضا العالم مش هيسيبنا. ما كانش في اضطهاد من الخارج، هيكون في اضطهاد من الداخل. الاضطهاد المقاومة، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بس يبقى من هنا ومن هنا ومن هنا. اللي صلوا وكانوا أمثلة بالصلوات كلهم عانوا، حياتهم كانت معاناة، لبل كانت معاناة أكثر من الآخرين. فأنا أريد أن أشجع كل شخص عم بيصلي، لما تجيك الحروب ما تتعجبش، شيء متوقع. إذا يعني كان الشيطان مش عم بيحارب شخص، ممكن إنه الشخص ده مش عم بي مش ماشي مستقيم مع الرب. هو بيحارب اللي هم بالطليعة، والبالطليعة هم اللي بيصلوا. فكل إنسان عم بيصلي، أنا أريد أن أنبهه أن ستكون عليك حرب أكثر. مش معناها تهرب من الحرب وتقول أنا مش عايز الحرب. لا 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 لا، أنت تحاربه لإبليس. قاوموا إبليس فيهرب منكم. فيهرب منكم. مش نستسلم أبدا، لكن الحرب حتكون أصعب على اللي بيصلي. لكن اللي بيصلي هو اللي عم بيعمل مشيئة الرب الأولى والأهم، هو اللي عم بيعمل التأثير الأكبر في المجتمع، في الكنيسة، في عيلته. فإذا أنا أشجع الأمهات والأزواج اللي بيصلوا لأولادهم، ما توقفوش. ولما تيجي الحرب، أنا بتذكر مرة أنا يعني سامحني يا رب، أبوها لمراتي قبل ما انتقل للمجد 15 سنة ونحن نحكي معاه ونصلي له، ما مش نافع، مش عم يخش قلبه، متحج، مش قابل المسيح. فأنا أخطأت، قلت لها لمراتي يعني أنا تعبت، صح، أنا حسيبه للرب خلاص. تعبت. مش حلوة دي، مش حلوة تسيبه إزاي؟ ما زال أنت فيك نفس، وده الشخص مهم ليك لازم فالرب حن علي وراح جابه بعد كم شهر بعد ما أنا وقفت. قال لا لا، ده مش حلو أنك وقفت، لك أنا هستجيب ال 15 سنة صلوات دول. لكن الرب يتمجد أكتر لو قلت له لن أكف، كيف أخطئ وأكف بالصلاة لأجلكم. نوقف الصلوات خطية خطية. كبتقلي لي بس دفتر الصلوات ده حيكون حجمه، كل ما يكبر حجمه، زي ما قلنا بالأول إن حجمنا الروحي يقاس بمقدار الصلوات وليس بمقدار النشاطات. نحن في عنا طبيعة اسمها الطبيعة اللي ورثناها، ما بتحبش تصلي. الطبيعة البشرية الطبيعية العادية ما بتحبش الصلاة. الإنسان الطبيعي بيقول لك
ليه أصلي؟ أعملها بإيدي. ما ربنا عارف. ناس كتير تقول هو ربنا محتاج نحكي له عشان يعرف، ما هو عارف. هو كده، هو عارف، هو كل كده. وبيقول الرب عارف، هو الرب يريد يتدخل، الرب يريدك أن تصلي. بتقول لي بس أنا أفضل روح أعمل الحاجة دي، لا لا، صلي الأبل، صلي عشان قيادة، عشان استنارة، عشان أمور. الصلاة لازم تكون قبل كل عمل بنقوم فيه وبعد كل عمل بنقوم فيه مع تشكرات، وخلال الفترة قبل ما نعمله كده كلها صلوات صلوات صلوات. عندك مواضيع عايز تعملها ببيتك، تصليحات، أشغال، شفاء، أمور، حطها في دفتر الصلاة وحط إصبعك عليها كل يوم. صح. يا رب أنا بذكرك بالموضوع. يعني مش لازم نسيب الرب إلا ما نذكره دايما، يا رب أنا مش ناسي وأنا مش عايزك تنسى. والرب حيتبسط جدا. يس. إن صار عندك الطبيعة الملحة دي اللي بيحبها قوي. أستأذنك ناخد مكالمة من مصر. الأخت سوزان، أهلا بيك يا أخت سوزان، تفضلي حضرتك على الهواء. ازيك يا ماما سالو؟ اهلا بيك. ازيك يا سوزان، تفضلي. ازيك يا دكتور ريمون؟ اهلا وسهلا اخت سوزان. اهلا وسهلا. ايه الصوت بيقطع؟ قولي تاني يا سوزان. الو، حاولي مرة تاني أخت سوزان عشان الصوت بيقطع. سوري مش سامعينك، كلمينا تاني. طب لو سمحتي، معلش. كلمينا تاني. معانا الأخ سعيد من فرنسا، أهلا بيك يا سعيد، تفضل حضرتك على الهواء. السلام عليكم. أهلا وسهلا بيك، تفضل يا أخ سعيد. أنا أتكلم العربية قليلا. تفضل. وأريد الصلاة. أوكي. أصبت بمرض سرطان في غدة الدقيق. يا رب يسوع. وأنا أتبع البرنامج، كل البرنامج أخ زكريا بطرس، أخ زكريا بطرس، أخ دانيال، أخ رشيد، وكل الحصاد. أمين، ربنا يباركك يا سعيد. أنا أخذنا الطلبة، معلش. هنصلي لك لأجل الكانسر يا أخ سعيد. أمين. ربي يلمسك ويشفيك. أمين. تفضل صلي. أبانا السماوي يا رب، إيش طلبتين؟ الأولى اتقطعت لكن أنت سمعت يا رب، يا رب، وأنت فهمت وأنت عارف أنه في احتياج. والآن الأخ سعيد يا رب من فرنسا، يا رب هو عم بيتابعك وعم بيتابع برامج بتحكي عنك يا رب، يا وعنده يا رب الموضوع ده محتاجك محتاجك محتاجك، وأنت تعرف يا رب الاحتياج. من أجل اسمك يا رب تدخل، ولتكن مشيئتك، ليكن لك اسم ممجد في هذا الموضوع يا رب. من سلمك الأخ سعيد حتى يا رب اسمك يعلو والناس تعرف أنك إله حي تستجيب الصلوات والطلبات يا رب. من أجل كل اللي بيطلبوك يا رب، أرجوك يا رب، أنت عندك توقيت، عندك طريقة بالاستجابة يا رب. نحن ما بنقدر نستوعبها بالكامل، لكن في الآخر أنت تأخذ المجد. فنرجوك أن تتدخل في حياة سعيد وتأخذ لك كل المجد باسم يسوع. أمين أمين، مبارك اسم الرب. نفسي تكلمنا عن أبطال صلوا والرب تمجد معاهم في كتاب المقدس يا دكتور ريمون. أمين، عشان ده هيشجعنا كتير. هللويا. تفضل. يعني الأبطال الصلاة بالكتاب المقدس هم أعظم قدوة. يس. واحد منهم بحبه كتير هو دانيال. طبعا دانيال في الإصحاح التاسع بيقول صلى صلاة. خلينا نشوف شو بيقول بدانيال الإصحاح التاسع. كان شخص صلاة لكن لم يصلي حسب
فكره كان ماسك الكتاب في يد ويصلي حسب المكتوب. لما فهم دانيال حسب نبوة أرميا أنه 70 سنة عدوا وما عاش في وقت، أنه الوقت اللي أمر به الرب أنه يروحوا للسبي 70 سنة، قال له للرب، قال له أنا فهمت أنه من قراءتي في سفر أرميا أنه 70 سنة، أهو 70 سنة تموا، فإذا مشيئتك قد تمت، والآن بالنسبة لمشيئتك أنا اليوم آتي بثقة لكي أسأل أنك تخرج شعبك وتردهم إلى بلادهم. فكان دانيال ليس فقط رجل صلاة بامتياز، لكن عن وعي كتابي طبعا، ماسك الكتاب بيد بيقرأ وبيصلي حسب المكتوب. ودي هي الصلوات الحلوة اللي بتعمل أبطال صلاة. لأنه لو واحد عم بيصلي يمين وشمال وبدون ما يعرف، ففي الإصحاح التاسع بيقول في السنة الأولى لداريوس بن أحشويروش من نسل المديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال، اسمعي، كأنه أنا الآن سأصلي صلاة بالثقة. إزاي؟ بيقول أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. حينئذ بيقول دانيال الآن وقد علمت هذا فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي. تبتقي لي شو صلى؟ أول طلبة ما صلاش، قال له يا رب خلاص خرجهم، ابتدأ بالاعتراف. ما أجمل أن نبدأ كل صلاة بالاعتراف، مش بس عشان خطايانا إحنا، لكن خطايا شعبنا. بتقولي بس دانيال ده ملهوش، يعني كان شخص مستقيم طبعا وماشي مع الرب، ليه طبعا ليه بيعترف؟ لا، حط حاله مع الشعب الذي أهان الرب كل هذه السنين وأدار له ظهره. واعترفت بيقول، يقول يا رب أنت الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه. أخطأنا، ما قالش أخطأ شعبي، ما قالش هم أخطأوا. كثير مرات إحنا منقول يعني أمريكا نازلة شوي، حالتها الخلقية مش مظبوط بقى، وفي كثير أمور، يعني يا رب أعينهم هن مخطئين. لا، لازم نحط حالنا معاهم، إحنا أخطأنا، نتوب معاهم. ويا رب شعبنا بمصر، يا رب يعني لازم يا ريت تزورهم وتحسنهم يا رب. لا، احنا نعترف معاهم. يا رب اخطأنا مع شعبك، كلنا نحن شعب واحد واحنا واحد معاهم يا رب. ان كنا نحن ماشيين افضل لانك انت اعنتنا واخرجتنا وانعمت علينا بمعرفه اكتر، لكن كلنا واحد يا رب. فنحن بنصلي عشان شعبك في مصر، بنصلي يا رب نحن بنعترف بخطايانا في لبنان. لبنان يا رب مليان خطايا يا رب، وانا واحد منهم يا رب. يا ارجوك تزور يا رب شعبك بلبنان. نعترف لك بخطايانا، اهملناك، انت الاله الحي، ونقرنا لأنفسنا أبارا أبارا مشكلة تضبط ماء. عم نصلي باسم دي ودي ودا ودا ودا، نسينا يسوع المسيح، أنه ليس بأحد غيره الخلاص، أنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليه رايحين يمين وشمال ومنصلي حسب ما علمونا بالتقاليد البالية التي ورثناها من الأباء؟ نرجع إليك يا رب. أيوة. وانت بتقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم يا رب. بنصلي من أجل شعبنا بلبنان، أخطأنا، من أجل شعبك بمصر أخطأنا، من أجل شعبك بأمريكا أخطأنا، من أجل شعبك بكندا أخطأنا، من أجل شعبك بفرنسا أخطأنا، من أجل كل شعوب العالم لقد أخطأنا. نعم يا رب. دانيال، ما هذا الشخصية الحلوة الذي يبتدئ بعد أن فهم الكتب. طب ما أدخل بثقة وقل له خلاص تمم المكتوب. لا، نبدأ بالاعتراف،
ما أجمل الصلاة التي تبتدئ بالاعتراف. صح. مش بس خطيتك، خطيت عيلتك، خطيت مجتمعك، خطيت بلادك، خطيت البلدان اللي أنت بتنتمي إليها. ثم قال أخطأنا أثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. إحنا جايين نطلب رحمة. وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وأبانا وكل شعب الأرض، لك يا سيد البر، أما نحن فخزي الوجوه. أيوة. كما هو اليوم للرجال يهوذا لسكان أورشليم. نعتقد حصل إيه مع الرب اللي سمع صلامتنا هذه؟ ده عجبني كتير. واو. ده شخص بار ومش عايش بالخطية بس بيصلي كأنه واحد من الخطاط. صح. ده هو الشخص اللي أنا عايز أسمعه. وده شخص بيصلي حسب المكتوب، أنا عايز أسمعه. متشفع. الكتاب بيقول بعد المراحم وطلبات المراحم، وإحنا كسرنا وإحنا أخطأنا وإحنا وبنستاهل اللعنة، والسبعين سنة دي كانت قليلة علينا، نستاهل أكتر. كان لازم تموتنا، أبقيتنا على قيد الحياة. وفي نسل دلوقت جيل حيرجع لأورشليم، ده عمل نعمة كبير. فبعد كل هذا وطلبة أنه يا رب ساعدنا نرجع عن أثامنا، وأرجوك أرجوك سامحنا ومسامحة، وطلبة أنه غضبك كان مظبوط. مش ما نقولش ولا مرة أنت كترت الغضب، ده قللت الغضب علينا. لو ما كانت أفضل الرب على كل واحد منا كان لازم ينهينا من زمان. كان فنانة. لكن الرب هو اللي أبقانا. أمل أذنك يا إلهي. بعد ما الاعتراف الطويل، تقريبا نصف الإصحاح أو أكثر اعترافات. يا يسوع. تنازلات. يا رب أنت الراحم وإحنا المخطئين، إحنا أخطأنا، إحنا تمردنا. أرجوك يا رب الآن أمل أذنك واسمع، افتح عينيك وانظر خزينا والمدينة التي دعي اسمك عليها عشان مجدك أنت. أنت يا رب تمجد باللي هتعمله. قال وبينما هو يتكلم أرسل له الرب جبرائيل. أيوة. ولكن جبرائيل بيقول كلمة حلوة، بيقول أيها الرجل المحبوب. أيوة. صح. أنت محبوب جدا في السماء، وصلواتك سمعت منذ البداية، في ابتداء تبرعاتك خرج الأمر. قال لي رب روح عنده، روح أسرع خبره أنه أنا سمعت. هللويا. لكن لأنك محبوب، لكن أنا عايز أقول لك أنه قاومني شخص شرير كتير، ملك فارس. وعشان انتظرت حتى إجا ميخائيل وساعدني حتى فكني من الحرب مع ملك فارس، حتى جيت وخبرك أنه حخبرك أشياء محدش يعرفها. 70 أسبوعا دعيت على شعبك. وحقول لك هيحصل إيه بال70 أسبوع. وكل أسبوع هو معمول من 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 7 سنين أو 7 أسابيع و62 أسبوعا. يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له شعب. أعطاه كل تاريخ اللي حيحصل مع شعب إسرائيل في مرة واحدة. ما حدش كان يعرف الموضوع. قال مش بس هرجعهم ويبنوا الهيكل، لكن أيضا بعد 62 أسبوعا حيقطع المسيح في وسطهم. حيموت المسيح. شوف شو بيقول. كانش هو عارف مين المسيح اللي هيجي. أديت الآية دي لشخص، أشخاص بحبهم يهود، بعدهم بيقولوا نحن منتظرين المسيح. بيقولوا المسيح إجا واتقطع، يعني مات. قال لا مش لازم يموت. قال لا لازم يقطع. طب. حتى يدفع ثمن خطايانا. فين جبتها؟ قلت لهم من دانيال. قال لا دانيال ده منحبه كتير لكن ما بيقروش الكتاب. لما شافوها قال مش معقول هو المسيح مات. قلت له طبعا، وقام في اليوم الثالث وسيرجع كما في كتب. هاليلويا. طب ازاي ياخد دانيال الطلبة دي؟ ده ما استجبلوش، بس قال له طب هرجعهم. قال حدي لك أشياء ما حدش يعرفها. ودي الطريقة اللي بيجاوب فيها الرب. صح. طلبات المتواضعين زي دانيال
اللي بيجوا بتواضع بيعترفوا بخطاياهم وبيعملوا أنفسهم مش إحنا أفضل من غيرنا وإحنا أحسن من اللي حقيقة أخطأوا. إحنا كلنا أخطأنا طبعاً. كلنا عوجنا المستقيم بالزبط. كلنا تمردنا وبنستحق أكتر بكتير مما عملته معانا. اللي عملته مع بماوي دلوقتي يا رب في 36 شخص ميت لحد الآن تحترق ماوي. ده يمكن بيسموها السماء على الأرض بتوع أمريكا هواي. جزر هواي بماوي عم تحترق كلها. طب يا رب أنت بتعمل إيه؟ يعني كتير علينا؟ لا مش كتير. نستاهل أكتر من كده بكتير. إحنا أخطأنا يا رب. إحنا الشر قدامك صنعنا. لما نصلي من أجل ماوي مش نصلي يا رب كترت علينا أبدا. ده تأديب نستاهله ونستاهل أكتر يا رب. لأنك عينك علينا عم بتصحي أمريكا، عم توري أمريكا إنه الموضوع بإيدك. أنت قادر تحرق أمريكا كلها بلحظة. طبعا طبعا. فنرجع طبعاً. لك يا رب نقول لك نستاهل أكتر. أرجوك يا رب ارحمنا يا رب. إحنا عبيدك المتمردين أمين. نأتي إليك ومنصلي من أجل بيحصل بلبنان. بنقول إحنا لبنان حرام كتير عليه. أبدا مش كتير. ده من محبة الرب لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. فالرب عم بيصحي شعب لبنان. بيقولي لي طب العالم شعب لبنان بيعمل إيه؟ ده لبنان ساب الرب وبرم ظهره للرب وتبعوا التماثيل وتبعوا الأصنام وتبعوا الأشياء. عايز يصحيهم الرب يقول لهم ارجعوا إلي. ارجعوا إلي يقول الرب الجنود فأرجع إليكم. شوفوا هالآية دي من سفر زكريا. ما قالش الرب ارجعوا إلي أغفر خطاياكم. كان بيقدر يقولها ارجعوا لي وخلاص هغفر لكم. قال لا لا لا، أنا أكتر من الغفران. أنا عايز أن أرجع وأعيش في وسطكم، أن أكون جزءا من حياتكم. أمين. فالرب أمين. لما يس. نتواضع ونصلي أهو دول أبطال الصلاة. صح. اللي حطوا حالهم مع الخطاط وقالوا إحنا بنستاهل أكتر يا رب. من أجل رحمتك نجيلك معترفين بخطايانا. أمين. وسائلين رحمة عونا في حينه. يباركك الرب. أمين. يا دكتور إيمون شكرا لك كتير. أمين. الرب يباركك ويستخدمك من قوة القوة من مجد المجد في اسم يسوع. أنا أصغر الناس. الرب يحفظك. وأنا بالذات لما أتذكر الخطايا اللي غفر لي إياها الرب قال له يا رب أنا مش قادر استوعب إزاي تغفر لشخص خاطئ كبير زيي. نشكر الرب على النعمة. الرب اللي بيرحم. صح. له كل المجد. شكرا لكم أحبائنا المشاهدين لأجل متابعتكم معنا. نلتقي بكم إن شاء الله وانتقلنا الرب في مجيئه الأسبوع القادم وبرنامج أطلبوا تجدوا. لكم كل بركة ونعمة والرب معكم. اطلب تلاقي حلو التلالي معاها قوي بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى الارض لو متشققه عنده السواقي اطلب تلاقي وما تتسنش الا علي لمسة واحدة بس منه تكفي اطلب تلاقي واما وعد الناس بيفسد بعد وقت اطلبه هتلاقي وعد لسه باقي اطلبه هتلاقي وعد لسه باقي